زمان ونحن صغار كنا نشوف في مشاهد أفلام الكرتون إن النعامة تضع رأسها في الأرض، فهل هي حقيقة؟ الحقيقة أن النعامة قد تموت مختنقة إذا دفنت رأسها تحت الأرض عندما تشعر بالخوف. ووفقا لحديقة حيوانات سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية، النعامة تضع رأسها ورقبتها على الأرض إذا اقترب منها حيوان مفترس. في هذه الحالة يمتزج لون رأسها الفاتح مع لون التربة، فتظهر من بعيد كأنها وضعت رأسها ودفنت رأسها في الأرض. هذه هي الحقيقة.